ومرحبا بكم والعود احمد. قال الامام ابو المعالي الجويني رضي الله عنه في اول ورقاته المالفعه في بيان المقدمه التي جرى العلماء وخاصه علماء اصول الفقه على ان يقدموا لها في دراسه مسائل اصول الفقه، فهناك مقدمه تتعلق بالاحكام. وتعريف الاحكام يا ساده على الصحيح من كلام العلماء في اصول الفقه ليست مساله من مسائل اصول الفقه، بل هي مقدمه. لماذا ذكر العلماء انها مقدمه؟ ليست مقدمة لأنها مقدمة تتعلق بالمعارف والتعريفات، ولكنها مقدمة لأنها تتعلق بالثمرة التي يراد استخراجها عند تعلم علم أصول الفقه. فما ثمرة علم أصول الفقه؟ ثمرة علم أصول الفقه إذا تعلمت أصول الفقه هو أن تتهيأ إلى استنباط الأحكام الشرعية. فثمرة أصول الفقه معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية. فالثمرة المرادة هي الأحكام الشرعية. فقد اصطلح علماء الأصول خاصة وعلماء المنطق بعامة على أن ثمرة الشيء ليست من الشيء. ثمرة الشيء ليست من الشيء. ستعرفون هذا في مرحلة متقدمة عندنا عندما نتكلم عن أركان القياس. فليس من أركان القياس حكم الفرد، ولكن من أركان القياس الأصل وحكم الأصل والعلة. وماذا؟ والعلة حكم الأصل. وماذا؟ وحكم حكم الأصل والأصل والعلة الجامعة. أما ثمرة هذا الأمر وهو ماذا؟ وهو حكم الفرع وهو الثمر، ليست من أركان القياس. واضح؟ طيب، لماذا الثمرة ليست من أركان القياس؟ هل ثمرة الشجرة جزء من الشجرة أم زائد على الشجرة؟ يعني لو كانت شجرة غير مثمرة تكون تسمى شجرة أم لا تسمى شجرة؟ لماذا؟ لأنها قد تكون مثمرة، الشجرة قد تكون مثمرة وقد تكون غير. إذا كان هناك احتمال أن لا يوجد الشيء ويسمى باسمه، يبقى هذا زائد عن الشيء. يعني إذا سمي الشيء ونقص منه شيء ثم بهذا الاسم، يبقى إذا هذا الشيء زائد عن حقيقته. يبقى ثمرة الشجرة زائدة عن حقيقة الشجرة. يبقى ثمرة الشجرة زائدة عن ماذا؟ عن حقيقة الشجرة. خلاص؟ طب ليه؟ لأنك إنما تفعل هذا الشيء تطلب الثمرة. وإذا كنت بمجرد فعلك للشيء تصل إلى المراد، كان سيرك فيه محققا لأجزائه. وهذا ليس بالضرورة. واضح؟ يبقى إذا كانت الأحكام الشرعية هي ماذا؟ هي ثمرة أصول الفقه، هي ثمرة تحصل بالتهيؤ لعلم أصول الفقه. إذا الأحكام الشرعية ماذا؟ من أصول الفقه؟ لا، ليست من أصول الفقه. يبقى الأحكام الشرعية ليست من أصول الفقه، لكنها مقدمة لأصول الفقه. بمعنى أنت لم تستطيع أن تصل إلى الغاية إلا إذا عرفت الغاية، صح؟ فلذلك نعرف الأحكام الشرعية. تصور معي الآن، أنت تعرف الأحكام الشرعية حتى إذا درست أصول الفقه التي هي المنهج الذي به تصل إلى الأحكام الشرعية، عرفت ماذا؟ ما الغاية التي تطلبها؟ أنت تطلب الأحكام الشرعية، صحيح؟ يبقى أنت تقيس كل ما يعرض عليك في أصول الفقه على أنه يوصل إلى تلك الأحكام. أضرب لكم مثال. تهيأوا كده وكأنكم
علماء أصول الفقه في أول الأمر، في أول الأمر عندما ينظر عالم أصول الفقه في المسألة الأصولية ينظر فيها من حيث ماذا؟ من حيث إيصالها للحكم الشرعي، صحيح؟ يبقى ينظر للمسألة الحكم لإيه؟ للمسألة الأصولية من حيث إيصالها إلى إيه؟ إلى الحكم الشرعي. فينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الأمر يقتضي الوجوب مثلا، ويقول ماذا؟ هل هذا الأمر يقتضي الوجوب سيكون مساعدا لي على الوصول للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أم لا؟ نعم هذا يفيدني، إذا أنا أختار أن الأمر يقتضي الوجوب. غيره يقول لا، هذا سيعقد علي مسألة ماذا؟ استنباط الأحكام الشرعية، إذا أنا لا أختار أن الأمر لا يقتضي الوجوب، يبقى ما المعيار؟ المعيار هذا يوصل إلى الحكم أو لا يوصل إلى الحكم؟ صحيح؟ هذا هو المعيار عند الأصول. هذا منهج كما نقول، هذا طريق يوصلني إلى الحي السابع أو ليس بطريق يوصلني إلى الحي السابع. فإن كان طريقا يوصلني إلى الحي السابع فأسلكه. طب إذا كان لا يوصلني، إذا لم أبحث عن طريق آخر يوصلني. هكذا كان علماء أصول الفقه، هذا طريق يوصلني إلى الحكم الشرعي، فإن كان يوصله إلى الحكم الشرعي أخذه، فإن لم يكن لا يأخذ. السؤال بقى، ما الغاية هنا في علم أصول الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية. وإذا كان من الضروري أن نقدم بماذا؟ بمقدمة تتعلق بالأحكام الشرعية، فهمت؟ يبقى لماذا بدأنا بمقدمة تتعلق بالأحكام الشرعية؟ غاية أصول الفقه، ولا الثمرة نستثمر أصول الفقه فيها، يعني نستثمر أصول الفقه. زي كما أنك يكون عندك مال، أنت لماذا تتخذ طريقة في استثمار مالك؟ لأنك تريد زيادة المال، يبقى زيادة المال هي استثمار؟ لا، دي ثمرة الاستثمار. طب هي جزء من الاستثمار؟ هذه ثمرة زائدة، لأنها لو كانت جزء من الاستثمار ما طلبتها. يعني لو كانت ثمرة الشيء هي الشيء ما طلبتها. أنت تفعل الشيء لأنه سيأتيك بشيء زائد عليه، صحيح؟ أنت كل ما تفعل شيء تفعل شيء عشان يأتيك بشيء زائد عليه. ولماذا احنا نتعلم اصول الفقه؟ لياتينا بالشيء الزائد على اصول الفقه، اللي هو ايه الشيء الزائد على اصول الفقه؟ اللي هو الفقه، اللي هو الاحكام الشرعيه، معرفه الاحكام الشرعيه. واضح؟ مفهوم كده يا ساده؟ يبقى نحن قدمنا، يبقى ليس كل مقدمه تكون بمثابه ماذا؟ بمثابه ما لا يتم الواجب الا به، ليس كل مقدمه. وإذا أردت أن تجعل هذه المقدمة مما يدخل فيما لا يتم الواجب إلا به، فيكون على هيئة ما لا تعرف ثمرته لا يقبل الإنسان على بحثه. يبقى هو عرفك الأحكام لتحفيزك لتعلم أصول الفقه. وإلا كان من الضروري أن تعريف الأحكام، خلونا عقلاء، أن تعريف الأحكام الخمسة أين يكون مكانه؟ يكون مقدمة لعلم الفقه، لأن علم الفقه هو الذي يدرس ماذا؟ الأحكام الخمسة، صحيح؟ طب هل وجدت هذا مقدمة في كتب الفقه؟ لا. لماذا؟ لأنه يدرس عين الأحكام، ولكن هنا يدرس الوسيلة والطريقة. في علم أصول الفقه يدرس الوسيلة والطريقة الموصلة للأحكام، فذكر لك الأحكام أولا ليحفزك إلى دراسة علم أصول الفقه. تنبه. يبقى ولماذا ذكر لك الأحكام؟ لماذا؟ ليحفزك إلى دراسة علم أصول الفقه، صحيح؟ علم أصول الفقه يقصد ماذا؟ يقصد مسك الأحكام. لعلكم لا تجدون ما أقول هذا في كتاب، وليس معنى هذا أنهم غفلوا عنه، ولكن هم نبهوا إليه. كيف نبهوا إليه؟ عندما قالوا: ويتكون هذا العلم من مقدمة وسبعة فصول. المقدمة، إيه هي المقدمة؟ في بيان الحكم الشرعي، صح؟ هو قال لك أنه مقدمة ولا قال لك أنه منصور بالعلم؟ قال المقدمة، والمقدمة من الشيء ليس بالضرورة أن تكون المقدمة من الشيء، صحيح؟ واضح؟ وهو القاعدة ما لا يتم الشيء،
يبقى في شيء له هوية هو إلا به، يبقى ده خارج عن الشيء ولا داخل في الشيء؟ خارج عنه، صح؟ مفهوم كده؟ يبقى هنا تقديم التعريف بالأحكام كتقديم الثمرة على السبيل الموصل لها. تقديم الثمرة على السبيل الموصل لها، والثمرة في الحقيقة هي ليست، الثمرة ليست عين الأحكام، ولكن الثمرة ماذا؟ المنهج الذي به نتعرف على الأحكام. ولذلك قلنا إيه؟ هذا المنتج اللي هو الأحكام الشرعية. فهمنا؟ فلما يجي يقول لك هذه مقدمة، فما تقولش إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، لماذا أقول لكم هذا؟ بعد ذلك مثلا في الجزء الأول تجد شيء غريب. إذا كان ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما علاقة مثلا الأحكام الخمسة بالعام والخاص؟ ما علاقة الأحكام الخمسة بالأمر؟ عارف ايه العلاقة؟ أنك إذا درست مسألة الأمر، وإذا درست دلالة الألفاظ، وإذا درست الوضع، وإذا درست الاشتراك والحقيقة والمجاز، تعرف كيف تصل إلى الأحكام. إذا درست هذا تعرف كيف تصل إلى هذا، صح؟ الترتيب المنطقي يكون إيه؟ تأخر الأحكام أم تقدمها؟ ركز. إذا كان أصول الفقه وسيلة للأحكام، صح؟ يبقى من الذي يتقدم؟ أصول الفقه. وأنت ماذا فعلت هنا؟ أنت قدمت الأحكام. لماذا قدمت الأحكام؟ تحفيزا، حتى تعرف الغاية التي تسير إليها من علم أصول الفقه. فهمت؟ فهمت المسألة؟ يعني كما أقول لك نريد أن نذهب إلى الحي السابع مثلا، أيهما يكون موجودا في الواقع؟ الطريق إلى الحي السابع أو الحي السابع؟ في الواقع الطريق إلى الحي السابع، أنا أسير الطريق ثم أصل إلى الحي السابع، صح؟ مش كده؟ طيب، لكن في الذهن من الذي يكون موجودا أولا؟ الحي السابع، وأنا أمسك الطريق، هكذا فكر الإمام. ما الذي يحفزك أن تسلك هذا الطريق؟ اللي هو مين؟ الذي يجعلني أسلك هذا الطريق؟ الحي السابع، ها؟ لولا أنني أعرف الحي السابع ماذا؟ ما سلكت هذا الطريق، صح؟ يعني ما الذي حفزني إلى أن أسلك هذا الطريق؟ الحي السابع. ما الذي يحفزني إلى دراسة علم أصول الفقه؟ اللي هي إيه؟ الأحكام الشرعية. لأن بعض الأحيان يظن الطالب أن المقدمة لابد أن يبنى عليها ما بعدها، صح؟ المركب يبنى على المفرد، صح؟ يبقى المفرد مع المفرد يصنع مركبا، صح؟ ما الفرق بين، يبقى أنت إذا أردت أن تتكلم عن المركب لابد أن تتكلم عن المفرد، صحيح؟ ما الفرق بين أن تتكلم عن المفرد لتتكلم عن المركب، وأن تتكلم عن الأحكام ثم تتكلم عن أصول الفقه؟ ما الفرق؟ المفرد جزء من المركب، صح؟ فهو مقدمة للمركب، صح؟ لكن أصول الفقه، لكن الأحكام ليست جزءا من أصول الفقه، ولكنه محفز له. يبقى افهم بقى، احفظ عني، خذوها فإنها وردانية. أو الله خذوها لي وردانية، وردانية يعني من عندي. ليس كل مقدمة تكون لبنة فيما تقدمت عليه. ليس كل مقدمة تكون جزءا مما تقدمت عليه، فقد تكون ثمرة لها. طب إذا كانت المقدمة ثمرة لمن تلاها، يبقى ده من أي أنواع التقدم؟ إحنا عندنا خمس أنواع تقدم. عندنا كم نوع من أنواع التقدم؟ خمسة. إيه هما؟
نظمها بعضهم فقال: وخمسة أنواع التقدم يا فتى، وخمسة أنواع التقدم يا فتى، أقر بها بيت من الشعر واعترف. يا فتى، أقر بها بيت من الشعر واعترف. أين تجد هذه الأبيات؟ في حاشية الإمام الباجوري عن السلم. وخمسة أنواع التقدم يا فتى، مرحبا يا سيدي، ما هي الخمسة؟ أقر بها بيت من الشعر واعترف. تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا، والتقدم في الشرف. أقول تاني، تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا، والتقدم في الشرف. في الشرف تقدم إيه؟ أول حاجة تقدم إيه؟ طبع. زي إيه تقدم الطبع؟ ده تقدم طبع؟ ولا ده فيه معية؟ تقدم طبع زي إيه؟ زي الواحد والاثنين. لماذا تقدم واحد على اثنين؟ طبع، صح؟ تقدم طبع والزمان. لماذا تقدم الساعة الخامسة على الساعة السادسة؟ زمان. لماذا تقدم صلاة العشاء المغرب على صلاة العشاء؟ زمان. صلاة المغرب مقدم على 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 ماذا؟ على زمان صلاة الايه؟ على صلاة العشاء. فده اسمه ايه؟ تقدم. تقدم الواحد على الاثنين ده تقدم طبعا. لكن في تقدم ايه؟ زماني، اللي هو ايه؟ تقدم الساعة الخامسة على الساعة السادسة، صح؟ تقدم بالزمان، صح؟ هل في هناك دخل لكي تتقدم الخامسة على السادسة غير الزمان؟ ليس هناك أي دخل غير الزمان. طيب، يبقى تقدم طبع عرفناه، تقدم ايه؟ الزمان عرفناه، تقدم ايه؟ طبع والزمان وعلة. تقدم في ايه؟ في العلة. تقدم طبع والزمان وعلة. ايه التقدم في العلة ده؟ زي متى نحكم بالإسكار؟ متى نحكم بحرمة الشراب؟ متى نحكم بالشراب؟ بحرمة الشراب؟ عندما يكون الإسكار، فالإسكار أولا أم الحرمة؟ يبقى الإسكار أولا، يبقى من المقدم؟ الإسكار مقدم على، يبقى العلة مقدمة على ماذا؟ على المعلول. المعلول اللي هو الحكم، يعني هل تستطيع أن تصل إلى الحكم قبل أن تصل إلى العلة؟ ها؟ هل تستطيع أن تصل إلى الحكم قبل أن تصل إلى العلة؟ لماذا؟ لأن العلة مقدمة على الحكم. فهمت؟ فإذا وجدت الحكم بغير علتين، قبل، إذا وجدت الحكم قبل العلة، يكون باطلا ولا مش باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن ما كان يجب أن يكون مؤخرا أن تقدمته، صح؟ تقدم طبع والزمان وعلة. خلاص عرفنا تقدم العلة؟ أن العلة تكون قبل الإيه؟ تكون قبل ماذا؟ قبل المعلوم، صح؟ ولا العلة تكون بعد المعلوم؟ من قال بأن العلة تكون، من قال أن العلة تكون بعد المعلول يكون عقله معلولا، صحيح؟ طيب، يبقى تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة. رتبة، في تقدم في الرتبة. ايه هو التقدم في الرتبة؟ زي ايه؟ زي الوقت، ايه؟ كالفعل والفاعل. الفعل والفاعل، وكالمبتدأ والخبر. واسمه لماذا مبتدأ؟
لأن رتبته مقدم على الخبر، يبقى هو في الرتبة مقدم على ماذا؟ ولذلك يأتي ويقول أن حمل لا يجوز عوض الضمير على متأخر في المحل ومتأخر في الرتبة، صح؟ مش كده؟ ما يعودش على شيء متأخر في الزمان في المحل ومتأخر في ايه يا سيدي؟ في رتبة، ما ينفعش، متأخر لفظا وما ايه؟ ورتبة، لا. واضح؟ طيب. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى الرتبة عرفنا الرتبة، خلاص؟ هذا قبل هذا. طيب. في تقدم الأخير بقى تقدم في الايه؟ في الشرع. كتقدم ماذا؟ كتقدم الإمام على المأموم. بعضهم بيجعل ده من تقدم رتبة، أو تقدم الشيخ على تلميذه، أو تقدم الأنبياء على سائر الإيه؟ على سائر البشر. ده تقدم إيه ده؟ تقدم الأنبياء، الأنبياء مقدمون على سائر البشر، تقدم إيه ده؟ شرف، أنبياء مشرفون. صحيح؟ شرفهم أزيد من ماذا؟ من شرف سائر الإيه؟ سائر القبر. تقدم بقى تقدم الأحكام الشرعية على أصول الفقه من أي نوع؟ الشرع. لماذا؟ تعلق بأحكام النص. طب أصول الفقه ده أصول الفقه متعلقة بالنص، ده احنا سنعمل أصول الفقه في فهم النص. ها؟ قدم علة؟ يعني الأحكام الشرعية علة، علة في أصول الفقه، ولا أصول الفقه العلة في الأحكام الشرعية؟ بالعكس، أصول الفقه هي العلة في الأحكام الشرعية. مش أصول الفقه هي التي تنتج الأحكام الشرعية؟ يبقى مين اللي يتقدم، أصول الفقه ولا ال طب هنا أصول الفقه تقدمت، هنا الأحكام الشرعية اللي تقدمت. تعريف الحكم الشرعي هو الذي تقدم على اصول الفقه. يبقى ده عكس. يبقى مش هينفع تقدم علم. تقدم ايه بقى؟ تقدم رتبة؟ تقدم رتبة؟ تقدم شرف؟ هي ايه علاقة الغاية بالمغير؟ أيهما أشرف؟ الغاية ولا المغير؟ الغاية ليه بقى؟ لأنها هي المطلوبة، هي التي من أجلها فعلنا هذا الطريق، صح؟ يبقى الغاية هي الأشرف. يبقى بعضهم يجعل ده من تقدم الايه؟ الشرف. من تقدم الشرف. ان الاحكام الشرعيه، ونحن نريد ان نكون، نحن ماذا نريد؟ نريد مراد الله اللي بتكشف عنه ماذا؟ الاحكام الشرعيه. مش الاحكام الشرعيه دي هي المبينه لمراد الله؟ هذا يحبه الله وهذا يكرهه، صح؟ ما الذي يوقفنا على ان الله يحب او يكره؟ الحلال والحرام، صح؟ مش كده؟ يبقى ايهما اشرف؟ الطريق الى الحلال والحرام ولا معرفه الحلال والحرام؟ معرفه الحلال والحرام. يبقى ده تقدم من الايه؟ من تقدم الشرف. فهمتم؟ وهذا صعب. واول مره تسمعوه بس فيه لذه. فيه صعوبه؟ العلم إذا لم تكن فيه صعوبة فليس بالعلم. لأنه إذا لم تكن هناك صعوبة يبقى أنتم لا تستفيدوا. لن تعمل عقلك، صحيح؟ والعلم أنت معنى أنك جئت للعلم أن تنتقل من معرفة إلى معرفة. ومن إدراك إلى إدراك، صح؟ فإذا كنت سأقول لك هل بعضكم يجلس في المجلس ليسمع ما عرفه؟ ولا لا يسمع ما لم يعرفه؟ حتى إن كان لا يعرف أنه صحيح ولا خطأ، على الأقل إذا كنت تعرف ما تسمعه على الأقل
تكون ظانا صوابه، فإذا حضرت الدرس وصلت إلى غلبة ظن بصوابه أو إلى يقين من صوابه، يبقى لابد يكون في إضافة ولا ما فيش إضافة؟ فالتعب الذي تجده الآن ده مفيد، لأن معنى ذلك أنك ماذا؟ تفكر، صح؟ لماذا لا تتصورون أن قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، لماذا جعلتم مجالس العلم للذكر وليست للفكر؟ صح؟ أنتم تجعلون مجالس العلم للذكر، ولذلك صارت مجالس العلم للتبرك، صح؟ لكن مجالس العلم كمان للإيه؟ يتفكرون، فلازم تتفكر، لازم تعمل عقل. فهمتم شيء ولا فهمتم شيئا؟ وغابت عنك أشياء. شو قال له فهمت شيئا وغابت عنك إيه؟ أشياء. خلاص؟ مفهوم ده يا سادة؟ يبقى أنت تتهيأ دلوقتي أنك ستتعلم المنهج الذي به تصل إلى ما قدمنا الكلام عنه، اللي هو إيه اللي قدمنا الكلام عنه؟ اللي هو الأحكام الشرعية. يبقى أنت عندما تتعلم الأحكام الشرعية في أول أصول الفقه تتهيأ نفسك إلى المنتج وإلى الثمرة التي ستستخرجها إذا أنت تعلمت أصول الفقه. خلاص؟ هل الكلام مفهوم؟ متى يؤذن الأذان؟ قال يبقى نحن الآن سنقرأ في ماذا؟ في الثمرة، في المنتج، وتقديمه هنا من قبيل تقديم الايه؟ الشرف. أتعرفون من أين جئت بهذا؟ من كلام الإمام الأسنوي، كلام الإمام الأسنوي في التمهيد مش في نهاية السور، لا في التمهيد. قال ماذا؟ قال وأهم المواد التي يتوقف عليها علم أصول الفقه. قال له إيه بقى يا سيدي؟ قال فيتكلم عن أهم المواد، يقول وليس شرطا في الفقه، وليس شرطا في أصول الفقه. إيه يا سيدي ليس شرطا في أصول الفقه؟ علم الكلام يقول الناس شرط. ثم قال ولا علم الفقه اللي هو بتاع ايه؟ علم الفقه الذي ما الذي يدرس في علم الفقه؟ الاحكام الشرعيه، صحيح؟ اللي هو المقدمه بتاعت علم اصول الفقه، صحيح؟ قال ليس شرطا في ايه؟ في علم اصول الفقه. لماذا؟ قال لانه نتيجته وثمرته. يبقى علم الفقه نتيجة وثمرة لإيه؟ لعلم أصول الفقه. يبقى علم الفقه، فلذلك لا يصلح أن يكون شرطا في مين؟ في أصول الفقه، ولكن شرط أصول الفقه شرط في الفقه، ها؟ شفت الفرق؟ يبقى علم الفقه بنص الأئمة ثمرة ونتيجة لمين؟ لعلم أصول الفقه. طب ماذا يدرس علم الفقه؟ الأحكام الشرعية، فذكر الأحكام الشرعية في أولها كذكر النتيجة قبل الايه؟ قبل الشيء. طب لماذا تذكر النتيجه قبل الشيء؟ لتحفيز الطلاب للدراسه وللاستبصار. انا ليش اقول لكم هذا؟ هذا وكأن الائمه تنبهوا، هذا مهم في اخلاق العلم. وكأن الائمه هنا يؤسسون في الطالب البصيره. هل انت سترى الاحكام الشرعيه قبل أصول الفقه أم بعدها؟ بعدها؟ طب لماذا قدمها قبلها؟ ليجعلك صاحب بصيرة. صاحب إيه؟ بصيرة، أنك ترى إيه؟ ترى ما يغيب عن بصرك فتراه ببصيرتك. صحيح؟ هي ثمرة أصول الفقه تراها الآن؟ ولا تراها بعدين؟ بعدين. فهو يقدم لك
ما سيكون ناتجا بعد هذا لماذا؟ لينشط بصيرتك. ينشط ايه؟ بصيرتك. واضح يا مشايخ؟ لان هو عنده ان العلم ايه؟ العلم نور، والنور يتعامل مع البصر، البصيره بالاساس يتعامل مع البصيره. فهمت يا سيد؟ صعب ده؟ حاول ان تتفكر، اكتب وفكر، لابد ان تفكروا يا سيد. تمام. قال: والاحكام سبعه، الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل. قال: فالواجب، والفاء هنا لماذا؟ للتفصيل. ده الفاء هذا ليه؟ للتفصيل. فقد ذكر الأحكام مجملة، ثم ماذا سيفعل؟ سيفصل بعض التفاصيل فيما يتعلق بالأحكام، وهو التفصيل الذي يتعلق بحكم الحكم. ما هو في تعريف في ذات الحكم، حقيقة الحكم، وفي حكم الحكم. ايه هو؟ ان الواجب ذاته ايه؟ لو تعرف الوجوب هتقول خطاب الله متعلق بافعال المكلفين الطالب طلبا جازما، الطالب للفعل طلبا ايه؟ ده حقيقته. لكن حكم بقى الواجب هو ايه؟ انه اذا فعله انفاء، واذا تركه راح. طيب، اول شيء لابد ان احنا نتامله هنا، فالواجب. الواجب هذا ليس ذاتا ولكنه صفه. كل مسألة في الاحكام لابد ان تقدر فيه الفعل، لان الاحكام تكون لماذا؟ خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، صح؟ هذه المرحله، هذه المرحله، لا خطا، هذه الماء ليست حلال، ولكن شربي للماء هو الحلال. اذا ذوات الاشياء لا حكم له، ولكن فعل المكلف الذي له حكم. فهمت؟ الكلب حرام؟ ماذا؟ اكل الكلب حرام، ثمن الكلب حرام اذا لم يكن كلب صيد ولا كلب حراسه، هكذا. فهمت شيء؟ يبقى فعل المكلف هو الذي له حكم. هذا الحائط حرام، لكن الاستناد على هذا الحائط مباح. هذه الاريكه حرام، لكن الجلوس على هذه الاريكه حلال. هما ماذا؟ الجلوس على الاريكه حلال، جلوسي على الاريكه حلال. واضح؟ يبقى الاحكام تكون لماذا؟ للافعال. فعندما يقول فالواجب، الواجب ده ايه؟ ذات؟ ده موصوف ولا صفه؟ مش المشتق بيبقى صفه؟ شعر؟ فالواجب ده مشتق ولا مش مشتق؟ اسم فاعل مشتق اهو. طب صفه ولا موصوف؟ صفه. صفه دي ايه؟ دائما قدر بقى، قدر في كل القادم ده ماذا؟ الفعل. واذا اردت الدقه، فعل المكلف الواجب، فعل المكلف المندوب اليه، فعل المكلف المباح، فعل المكلف المحذور، فعل المكلف المكروه. فهمت؟ يبقى هذه الاحكام تكون لايه؟ لافعال المكلفين، ولا تكون لغيرها؟ ولذلك يقول لك ايه؟ ان الاحكام الشرعيه اوصاف. ان الاحكام الشرعيه اوصاف، اوصاف لايه؟ لافعال المكلفين. مش انت عندك الحكم، ايه تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق بايه؟ بافعال المكلفين. طب فعل غير المكلف له حكم؟ صحيح؟ يعني عندما تاكل غنمي
زرع غيري هل هذا حرام؟ ولكن تقصيري في حفظ غنمي حرام. ولماذا؟ ولذلك من الذي يضمن؟ الغنم ولا أنا؟ لماذا أنا أضمن؟ هو أنا اللي أكلت البرسيم؟ من الذي أكل الزرع؟ فلماذا الغنم لا تضمن؟ لأنها ليست مكلفة. من اللي يضمن؟ أنا المكلف. فهمت؟ يبقى إذن الأحكام تكون لمن؟ لأفعال المكلفين. لو ولدي كسر الزجاج، من الذي يتحمل؟ ولد الصغير، الصغير كسر زجاج غيري، من الذي؟ لماذا؟ لأن الوالد مكلف والصغير. طب ونضيع مال الرجل؟ لا، من الذي يضمن؟ المكلف الذي هو أبوه. فهمت؟ واضح لما هو واضح؟ يبقى إذا من الذي توصف أفعاله بالأحكام الشرعية؟ المكلف فقط. وتوصف ذاته ولا توصف أفعاله؟ إذا فالخنزير حرام، صحيح؟ استغفر الله العظيم. ما إذا أكل الخنزير حرام؟ ويبقى أكل الإنسان الخنزير حرام. طب أكل السبع، أكل السبع للغزالة حرام؟ لا. ليه؟ ليس مكلف. ولذلك حسابها هل نقول نروح نضرب الأسد ونقول له أنت حرام عليك، أنت حرام عليك، ولا هو يحاسب عند الله في الآخرة؟ يحاسب عند الله في الآخرة إذا كان ظالما. فهمتم؟ يبقى إذن يبقى لما أقول الواجب، فالواجب لازم تقدم إيه؟ فعل المكلف إيه؟ الواجب. إيه تعريف إيه بقى حكم فعل المكلف الواجب؟ قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وفي الدرس الماضي قلنا أنهم لا يتكلمون في إثبات الثواب، ولكن يتكلمون في ماذا؟ في أنه يكون بفعله محلا لتنزل الثواب. ليه طيب؟ لأن الثواب ده محض فضل من الله. يا شباب، الثواب محض فضل من الله، عشان ما حدش يقول ايه لما يسمع كلام الفقهاء والاصوليين، عشان احنا المفروض نعلمكم العلم، مش بنعلمكم احد الاشياء المشكله التي اوجدت التيارات السلفيه والاخوان. شيء مهم جدا، ايه هو يا شباب؟ أنهم لم يذوقوا حلاوة قيم الدين فيما تعلموا من العلم. فأنت لازم تعرف هنا، أنت وتعرف كده لازم نأتيك بشيء من الإيه؟ بشيء من رفق ولطف الله بنا. لأنهم لما فقدوا لطف الله ماذا؟ ظنوا أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف العباد ليعذبهم. وقاموا يا ويشتد عليهم، وظنوا أن في الدين حرام. ماشي؟ إيه اللي بقوله هنا؟ لابد أن تتعلم الثواب. شيخك يقول لك من أن الثواب محض فضل من الله. الله خلق هذا الإنسان ثم طلب أن يفعل أفعاله، وحركه ليفعل هذه الأفعال، وهو يتساوى خلقه مع أمره. فإذا أردت أن يخلقك فعليك أن ترضى أن يأمرك. ألا له الخلق وإيه؟ والأمر. فلما كلفك كالصانع يصنع صنعته ثم يجعلها تعمل، هل هذه الصنعة لها أن تطلب؟ هل الغسالة التي صنعها الشخص تطلب منه مكافأة على أنها تقوم بما صنعت من أجله؟ لماذا؟
لأنها إنما صنعت لهذا، صح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا. طب لماذا يسأل؟ ما هو فضل من الله؟ يبقى نعرف كده يا شباب، ماذا نعرف؟ الثواب محض فضل من الله. عشان انتوا لما يجري على كلام اهل العلم ماذا؟ ما يثاب على فعله، يعني يستحق الثواب على فعله. تجدهم يقول يستحق، يعني اصبح له حق على الله. ولذلك هنا لابد ان تستحضر المعاني الكلاميه هنا، اللي ما في شيء يجب على الله. حتى الثواب، حتى الثواب ما يجبش على الله، صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يجبه على الناس، هو فعال بما يريد، صح؟ فهمنا؟ فالثواب ماذا؟ محض فضل من الله. فمن فعل الفعل الواجب يثاب فضلا من الله ويعاقب على تركه، لابد ان يعاقب. ونحن فرقنا المره الماضيه ما بين الفعل، ما بين الترك وعدم الفعل. ايه الفرق ما بين الفعل؟ يعني انتم الان تاركون لشرب الخمر، انتم الان تاركون لشرب الخمر، ولا غير فاعلين لشرب الخمر. طب ايه الفرق ما بين عدم الفعل والترك؟ كلمه واحده، القصد. فان قصدت عدم الفعل كنت تاركا. طب اذا لم تفعل الفعل تكون تاركا؟ لا، انما بقى تثاب على ايه؟ على قصد عدم الفعل. ها؟ يبقى تعاقب امتى؟ عند قصد عدم الفعل. طب اذا نسي الصلاه يعاقب؟ لا، ما يعاقب. ليه ما يعاقب؟ لا، ليس قاصدا. رجلان، هذا اذن علي العصر وهذا اذن علي العصر ولم يصلي الظهر، احدهما لم يصلي الظهر، الاثنان هما يقفان هكذا كيدين، احدهما لم يصلي العصر، لم يصلي الظهر، والثاني لم يصلي الظهر. هذا نسي أنه لم يصلي الظهر، وهذا تعمد ترك صلاة الظهر. من الذي سيعاقب؟ الذي تعمد، الذي قصد. لكن هذا يقوم فيصلي، عليه إثم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، صح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. يبقى النسيان لما نسي، يبقى هو لما نسي، ما الفرق بينه بين الذي نسي والذي تعمد عدم الصلاة؟ ولكن كلاهما صلى، كلاهما لم يصلي. ولكن هذا، هل نسمي الأول تاركا؟ هل نسمي الذي نسي الصلاة تاركا للصلاة؟ وما نسميه ماذا؟ وهذا الذي جعل علماء الأمة لا يكفرون من ترك الصلاة ناسيا أو ترك الصلاة متأخرا. ليه؟ فنسي ولم نجد له إيه؟ عزم. مفيش، ما هو لم يكن عارف، ما يكونش مكانك، ما العزم ده معناه قصد، أحد مراتب القصد. فما كانش ليه إيه؟ ما كانش عنده قصد. يبقى إذن إنما يعاقب القاصد. من الذي يعاقب؟ قاصد. هذه أول مسألة في قوله ويعاقب على تركه. يبقى من الذي يعاقب على ترك من الذي يعاقب على في حال عدم الفعل، في حال عدم الفعل الواجب؟ من؟ القاصد. فلو لم يفعل ولم يكن قاصدا، ها؟ لا، ماذا؟ لا يعاقب. يبقى الناس يعاقب؟ لا. الغافل يعاقب؟ لا. من الذي يعاقب؟ القاصد. ده مهم، ده في أول أصول الفقه، مهم إن أنت تفهم ده. يبقى القصد هو الذي سيتسبب في العقاب لتارك ماذا؟ لمن ترك ماذا؟ ترك الواجب.
خلاص. مسألة الثانية، ذكرنا ثلاثة أقوال العلماء في مسألة من الذي يعاقب؟ هل كل تارك يعاقب؟ هذا قول عند أهل العلم، كل من ترك يعاقب. طيب القول الثاني يقول يعاقب واحد، يعني يكفي في العقاب ليكون الله معاقبا أن يعاقب واحد، فلو عاقب واحدا وعفى عن كل التاركين كان معاقبا، صح؟ يبقى فيه احنا الكلام الاول تكلمنا فيه عن كلمه التارك يعاقب على تركه، تكلمنا عن الترك صح في المعنى الاول، ان الترك هو عدم الفعل مع ماذا؟ مع القصد. يبقى كلمه ايه عشان هو بيقول ويعاقب على تركه، يعاقب من؟ صحيح، بس يعاقب من؟ الضمير هنا يعود على من؟ فيها 5 جنيه من عن يوجيب المكلف. شاطر، اللي هو فين؟ مش انت عندك فعل، مش عندك اسم الفاعل بيرفع فاعلا؟ الواجب فعله، فعل من؟ ده من باب إضافة الضمير إلى ماذا؟ إلى فاعله، يعني الواجب فعله المكلف، صح؟ المكلف مستقل، فالمكلف مستقل فين؟ مختبئ فين؟ في كلمة الواجب، مش أنت هتقدر، مش أنت هتقدر إيه؟ مش هتقدر فعل المكلف؟ الواجب، صح؟ يبقى أنت إيه؟ يبقى مين يعمل الفعل في يعاقب؟ يعاقب ده هيبقى فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل لانه هو المفعول هو الذي سيقع عليه الايه؟ العقاب. عاد 15 جنيه. ما تاخد 20. ده سؤال صغير. لو كان سؤالا كبيرا كنت اديت لك. خد مش مشكلة الدرس القادم يبقى 30 الباقي. أنا قلت له، قلت له انتظر. لماذا ننتظر إلى الدرس القادم؟ ننتظر. لكن انتظر الدرس القادم ولا اقول لك للتخفيف عليه في الاستدانه. خلاص فهمنا؟ مفهوم يا شباب؟ مفهوم يا مشايخ؟ ناتي بقى لكلمه يعاقب. يعاقب من؟ هو. تعود على من بقى هو دي؟ على المكلف. خلاص فهمنا؟ يعاقب هو اي المكلف. طب غير المكلف؟ لا يعاقب. يعني الحمار اتت صلاة الظهر ثم اتت صلاة العصر يعاقب؟ لماذا لا يعاقب؟ ليس مكلف. اللي بقى نقدر هنا اللي ايه؟ المكلف. المرأة الحائض هتكون مكلفة بالصلاة الآن؟ هل حيضها؟ لا، ما هي صح؟ ولذلك هي تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة ولدي، لكن تقضي الصوم؟ تقضي الصوم. يبقى هي في الصلاة لا إيه؟ لا تقضي. ليه؟ حالة هذا غير مكلف، فهمتم؟ ويعاقب هو، هو مين ده؟ المكلف على تركه. فقلنا ان في ثلاث اقوال في العقاب. العقاب الاول كل تارك مكلف يعاقب على الترك، صح؟ القول الثاني بيقول ايه؟ يكفي في العقاب، يعني يكفي ليكون الله معاقبا ان يعاقب ولو واحدا فقط. مش الله سبحانه وتعالى ينزع من الأمم أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ خلاص هو ده اللي يتعاقب وخلاص. جابوا منين من الآية دي؟ صح؟ طيب القول الثالث بيقول لك إيه؟ الله يكون معاقبا ولو لم يعاقب أحدا. كيف هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على العقاب ولكنه عفا. قالوا ماذا نفعل في قوله تعالى؟ في الكلام عن ماذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعمل. قالوا من شأنه سبحانه وتعالى أن يعاقب وإن لم يعاقب. الله سبحانه وتعالى قادر على العقاب وإن لم يفعل. ولم يفعل. ليه؟ وأنشأوا قاعدة مهمة تقول هذه القاعدة أنه يجوز تخلف الوعيد وإن لم يجوز تخلف الوعد. يبقى الوعيد يتخلف. يبقى في ثلاث أقوال هنا فيه ويعاقب على التركيب. فهمنا؟ هيبقى سهل بقى الكلام اللي جاي. والمندوب قدر، فك العبارة يلا. والمندوب فك العبارة. ها قول. فعل المكلف المندوب إليه. طب فين إليه؟ عندما يسألوك إذا جاءك في امتحان الشفوي، يعني إذا جئت إلي في امتحان الشفوي في دار الإفتاء مثلا، إذا جئتني في امتحان الشفوي وسألتك أين ذهب شبه الجملة في قولهم مندوب إليه، أجبني بما سأقوله لك. ذهب في نفس المكان الذي ذهب فيه له، أو ذهب إلى نفس المكان الذي ذهب فيه به. إيه نفس المكان الذي ذهب به؟ إيه؟ المفعول به. فأنت تقول إيه؟ المفعول. أين به؟ أين به؟ أقول لك ما يعرب هذا، تقول لي إيه؟ مفعول. أين به؟ ذهبت في نفس المكان الذي ذهب إليه في المندوب إليه. يعني حذف هذا حذف لكثرة الاستعمال، فأصبح الدمي عليه ثقيل. المندوب إليه، ما معروف المندوب إليه؟ المندوب إليه يعني إيه؟ المطلوب له. المطلوب لأجله، مندوب يعني من ندب الشيء، يعني لا إيه طلبه. طيب خلاص؟ أصلاً يعني المندوب له. المندوب إليه. قبل إيه؟ لا هو المندوب إليه كالمفعول به. أنت تقول المفعول فقط. أين ذهبت به؟ في نفس المكان الذي ذهبت إيه؟ إليه. هو المفعول به أو نائب الفاعل؟ هو ماذا؟ المندوب إليه مفعول به ولا نائب الفاعل؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. نعم نائب الفاعل. خلاص فهمت مسيري؟ فلماذا حذفت إليه؟ أو تقول مندوب له بحسب تقديرك. ما معنى المندوب؟ لو مطلوب خلاص، أو الإيه؟ المستحب. لو قلت المستحب يبقى له، لو قلت المطلوب يبقى إليه. خلاص يعني المقصود، هيبقى سيد المقصود إليه. خلاص مفهوم كده يا شباب؟ يبقى إيه المندوب ده؟ صفة ولا موصوف؟ صفة. لمن؟ بفعل المكلف. فعل المكلف المندوب ما يثاب على فعله، وهكذا يتساوى مع ماذا؟ يثاب على فعله يتساوى مع ماذا؟ مع الواجب. صحيح؟ طيب يبقى هو تساوى مع الواجب في الطلب فعل، في طلب الفعل، ولذلك صار يثاب على فعله. بس تنبه، لما كان طلب الواجب طلبا جازما عوقب على تركه، تمام؟ لكن لما كان طلب، لما كان طلب المندوب ليس جازما لم يعاقب على تركه. يعني من اين جاء العقاب؟ من الجزم في الايه؟ في الواجب. ومن اين جاء عدم العقاب في المندوب؟ من عدم الجزم في الطلب. فهمت؟ يعني ايه؟ اذا جزمت فهل هناك اختيار للشخص غير ان يفعل؟ لا. الطالب طلبا جازما يعني ليس عندك اختيار الا ان تفعل. لكن لما كان طلبا غير جازم قد تختار الا تفعل، وإذا اخترت ألا تفعل يكون تكون معاقبة؟ لا. لا تكون معاقبة. من أين جاء عدم العقاب؟ من عدم الجزم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.
نراكم على خير. الدرس القادم سأكون مبكرا إن شاء الله. خلاص إحنا بدأنا، خلاص سنستمر هكذا. أنتم عدتم من الأجازات والامتحانات وكل هذا، انتهيتم من الامتحانات؟ بعضهم قال انتهينا من الامتحانات، وبعضهم قالت أن انتهت الامتحانات منا. إيه الفرق؟ هذا منتهي وهذا منتهى. هذا منتهي من الامتحانات وهذا منتهى من الامتحانات، يعني هذه البقية التي بقيت من الامتحانات. يوفقكم الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، ونلقاكم على خير إن شاء الله.